السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم على الشباب الضايع في ولاية ورقلة، اللي هو أغلبه بطال، مستقبل مش باين، ما عرفناش المشكلة. الخدمة الشركات تقريبا حوالي 2500 شركة في حسين سعود، وهي الأولى وطنيا في عدد الشركات. البطال بين حسين سعود الرويصات نقوسة قريب 60,000 مسجل. البطاله دايره كارثه في ولايه ورقله. اسيدي ما خدمتهمش، ديروا لهم حلول. كاين حلول، كاين فلاحه، كاين بونساج لونجام، ديروا لهم حل. هذه مسؤوليه تاعكم تقع على حال الاخر. احنا على بالنا باللي كاين ناس راه تحارب، ومنهم رجال اعمال مش في صالحهم انها ورقله شعبها يولي لاباس عليه ولا يولي يخدم. هذه معروفه عند البعض سموه. كاين تواطؤ كبير يعني من المسؤولين، سواء في الولايه سواء في جويه اخرى، ادارات اخرى. احنا ما ندخلوش في الحوايج هذه. الشباب خلاص يعني راه فاقد الامل، منهم اللي راح لا دروب، منهم اللي راه خلاص المورال ما عادش عنده، عاد يشوف في روحه يعني مستقبل ضايع ما كانش حل. احنا نطرح واحد يعني فكره للشباب، بالنسبه للشباب ورقلة. احنا في ورقلة ناقصنا الاتحاد. الاتحاد هذا لازمنا في ورقلة، لازم يعني محتم علينا. اني مش نكره واحد، انا متحد. نتحد معك على المصلحه العامه مش المصلحه الخاصه. نكرهك بصح نتحد معك. زيد بزياده، اول حاجه ما يبان واحد يعني ريكلامي يروحوا له هاك منصب، هاك هنا كش ما خاصك، نقضوا لك، اسكت، تضرب لنا حق لصوالحك. معروفه عندنا دي في ورقله، وشحن واحد داروها على انه جمعيه البطالين ولا جمعيه المجتمع المدني، وباع الفيلم بسبت واش يقولك انا انسحب، وراه باع قبل يقول لك، يجيك انت يقول لك انا انسحبت، لقيت صحابي مش متفاهمين شغلها. هذا راه تشرا. احنا نحوسوا على ناس ما تشراش، وناس ما تدخلش في ملفات اخرى. يعني انا عندي ملف التشغيل ولا ملف في الشباب، المجتمع المدني ما تدخلش في التفاصيل الاخرى السياسيه. احنا عندنا هدف، نكملوا الهدف تاعنا، ذاك الوقت نروحوا نطرقوا الاهداف الاخرى، ومنها التنميه وذاك. وماذا بي يعني الشباب يكون يعني يدخل السياسه، مجال السياسه، مجال السياسه هذا راه ينفع ياسر الشباب. انا درك انا حتى كون ما فوتش على مسؤول ولا يعني ماذا بيا يروح ليه، انت راك مسؤول عليا، اعطيني حقي، جري لي على حقي، اعطيني حاجه، اعطيني ملف، وجهني، دير لي حل. انت راك مسؤول عليا، انا مواطن، انت راك مسؤول عليا، شكون مسؤول عليا؟ انا الرئيس ما على بالوش، الحكومه ما نعرفهاش، ديجا انا ما عرفش الرئيس تاعي، شفتو لا في التلفزيون ما تلقاش في الصفات. انا مشكلتي مع الوالي، شاف دايره، رئيس بلديه، هذوما ثلاثه، هذوما ثلاثه انا اصحابي، يعني هذوما اللي نتصل بهم، وهذوما اللي مسؤولين عليا. هما الوسطاء، يعني هما المسؤولين ك يعني في مصر وكل الجمهوريه هنا عندنا في وليد. بالنسبه للشباب، الشباب لازم يتحد. الاتحاد كما كنا في الاول، الاتحاد هو الرسمي. احنا نتحدوا على اساس التشغيل، التنميه، التشغيل. حتى كون ما تخدمني في الشركه اعطيني الفلاح، ما عطيتش الفلاح جيني على لونساج، ومش جيني على لونساج كيما سرقت في العهده اللي فاتت، في السنين اللي فاتت 20، نعطيك لونساج وما نعطيكش، ما ندبرلكش، ما نعطيكش الجو او المحيط تاع التشغيل باش تدي ماتريال عليه وتروح تتفرج فيه يفسد. ما كاش خدمه، تروح تبيعه ويقول لك علاه بعته، كيف كيف. انا ما تعطينيش ماتريال، ما تعطينيش اخويا، انا شوف لي خدمه، شوف لي فلاحه. الا كان شفت لي لونساج، شوف لي معاه الخدمه، انا مش نجيب ماتريال ونتيري به. هذه المشاكل تاعنا، الطروحات تاعنا. كل بلديه نديروا ناس نزهه، يعني ناويين يخدموا البلاد بدون مقابل، مش شرط يخدم سموه. هذو نديروهم في كل حي، نديروا معاه تنسيق. هذا يعني هو الاتحاد، كيما كيبدا الاتحاد بشوي بشوي. نديروا جمعيات، جمعيه المجتمع المدني، جمعيه حقوق البطالين، والى غير ذلك. كثر الجمعيات، كل ما كثرت الجمعيه وكثرنا كثرنا جمعيه المجتمع المدني، هي اللي تساعدنا ان نكونوا متناسقين مع بعضنا ومتحدين. الاتحاد معروف هو قوه، وان شاء الله ربي يجيب لي فيها خير لهذه البلاد. اليوم حكينا على ملف الشباب والشباب الضايع في ولايه ورقله. مازال نحكوا في مجالات اخرى ان شاء الله. ماذا بكم ديروا متابعه للقناه وتفرجوا في الفيديو اي حاجه، ورسلونا كشما معلومه، اي حاجه تفيدنا وتفيد المجتمع خاصه في ولايه ورقله. احنا مسؤولين على ولايه ورقله برك. الولايه منا ومن ما فيهاش مشاكل تاع التشغيل، يعني قليله هذه مشكلة التشغيل. عندنا غير في ورقله مشاكل التشغيل، على خاطر ما عندناش شخصيات عندهم شخصيه، يعني عندهم شخصيات ما عندهمش شخصيه. هذوما اللي عندنا مسؤولين في ورقله، الا من رحم ربك، يعني كاين حبات يعني، بصح ما يخلوهمش يخدموا.
هذه القصه نتاعنا، وان شاء الله يكون يعجبكم هذا الفيديو، وشكرا.